اللجنه الموقره واعضاء هيئه المكتب. في الحقيقه ان المشكله دي مشكله مؤرقه الى الغايه بالنسبه لاطفيح. اطفيح احنا واخدين من الجيزه اسم تابعين لمحافظه الجيزه، انما احنا اطفيح جنوبا يعني ممكن نقول محافظه او محافظه في جنب، واحنا في اخر الجنوب دنيتنا بايظه خالص، احنا فقراء الى ابعد الحدود. لا والله دي اطفيح ومقيم في اطفيح. عندنا ناس تعبانه فعلا جدا، احنا ما عندناش اي موارد تدي الانسان او المواطن يدفع التكاليف اللي هي مفروضه عليه. النهارده انا لما اجي اتكلم همسك في نقطه من ضمن نقاط اللي هي بتهم الكل برضو. لما اتكلم هنا في الفدان الزراعي يتحسب عندنا في اطفيح الفدان ب 100,000 جنيه اللي هو بيروى من المياه الجوفيه، و115,000 جنيه للفدان اللي هو بيروى من المياه البحاري. مع العلم ان في نفس المحافظه في الواحات معمول الفدان ب 25,000 جنيه. لا تاني الارقام دي بعد اذنك. ما احنا عندنا الفدان الزراعي بالنسبه لتمليكه الفدان ب 100,000 جنيه اللي هو بيروى من الري الجوفي، والفدان اللي بيروى من الري البحاري ب 115,000 جنيه. مع العلم ان في الواحات برضه عندنا برضه في نفس المحافظه ب 25,000 جنيه. اسعار ايه؟ اسعار المحافظه اللي هي قررتها. الارض الزراعيه. ما هو ده برضه ارض املاك دوله بيحاول ان هو يقننها ويملكها. فالنهارده لما اجي انا اقول للفلاح يعني ده ارض تقنين ولا دي ارض اساسا المحافظه بتعرضها؟ لا دي ارض تقنين وواضعين يد فلاحين استصلحوا الارض في الصحراء وبيملكوها، فبالتالي نزل عليهم التسعير بنفس الارقام اللي انا بقولها لحضرتك دي. فالنهارده لما اجي انا اتكلم في الاسعار اللي هي موجوده بالشكل ده، طب الفلاح هيجيب منين؟ اذا كان هو اساسا بيكفي يومه بالظروف الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها بالعافيه. بالاضافه كمان انا ما عنديش اي موارد، انا اطفيح يعني اعتبر الفخر مقدح فيها زي ما بيقولوا. ده النهارده بالنسبه لقطاع الارض الزراعيه اللي هي موجوده عندنا في اطفيح، والمحافظه برضو مكرره السعر بتاعها زي ما قلتها لحضراتكم كده. نخش بقى على الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي هو اللي هو بتكلم فيه الاراضي اللي هي حق انتفاع اللي موجوده في اطفيح. عندنا في عندنا ارض حق انتفاع سعر المتر فيها وصل بعد في الفتره الاخيره 17 جنيه للمتر، حق انتفاع ايجار حق انتفاع. انا ما بتكلمش في التمليك، انا لسه جاي على التمليك. النهارده المتر كان عندنا بجنيه وصل ل 17 جنيه اللي هو التجاري، والسكني وصل بيه ل 12 جنيه للمتر. ده انا بتكلم اللي هو مش قادر يدفع ويشتري الارض بتاعته اللي هو قاعد عليها بيدفع حق انتفاع. اصبحت المحافظه النهارده حطت سعر المتر 17 للتجاري و12 للي هو هنعتبره سكني، وراحت مطبقه باثر رجعي بتطالب المواطنين بالاسعار دي. طب انا النهارده يعني هو كان المتر بجنيه، مره واحده تقول له 12 جنيه سكني و17 جنيه اللي هو التجاري حق انتفاع. انا عشان ادفع الارض ايجار الارض اللي انا بستغلها في السنه بالكلام ده، طبعا ده مكلف جدا بالنسبه لهم وبالنسبه لظروف اطفيح ما تستحملش. النهارده ده جزء مهم جدا برضه بنسلط الضوء عليه، وهنخش برضه للارض اللي هي التمليك اللي هو وضع السعر فيها السيد المحافظ ان هو عمل 500 جنيه للسكني اللي هو اكثر من 300 متر، واللي تحت ال 300 متر 250 جنيه. طبعا ده حاجه برضه مبالغ فيها جدا بالنسبه لنا، واحنا الاهالي بتطالبنا كل يوم وبيطرقوا الابواب النهارده ازاي احنا هنقدر ندفع التكلفه اللي هي موجوده دي. نتكلم في جزئيه الجزء التجاري والصناعي. معروف ان الصناعه علم مبني على التكاليف. الصناعه تستقطب الارض الرخيصه. طب انا النهارده لما انا هعلي، طب ما هو صاحب المنشاه هيقفل وهيسرح الناس اللي موجوده عنده وهنزيد البطاله. النهارده البطاله بتزيد كل يوم بسبب الحاجات اللي بتحصل دي، فبالتالي ده هيؤرق الموضوع زياده ويزود حجم الاعباء على المواطن. النهارده انا بقول له تعالى ادفع 250 جنيه للبيت اللي انت ساكن فيه. احنا عندنا فعلا يا جماعه انزلوا وشوفوا اطفيح. اطفيح تعبانه بكل قراها، مش هذكر قريه ولا قريه، لا فعلا احنا عندنا الظهير الصحراوي كتير جدا.
كل اللي ساكن ساكن في خارج الزمام في ارض املاك دوله، ما عندناش ارض ملك داخل حيز العمراني، ما فيش موجود. فالنهارده لابد ان احنا نبص للجزئيه دي، وهي مهمه جدا جدا، لازم نبص للمواضيع دي يا جماعه، لان النهارده السعر مبالغ فيه. فنتمنى من الله ان اللجنه وحضرتك والسيد المحافظ يبصوا للموضوع، ونحاول نبصر على المواطن ونخف. فانا من وجهه نظري كراجل ممثل الدايره، انا وسابوهاب شايفين ان الموضوع فعلا يعني حد اقصى للمتر 100 جنيه، يعني 100 جنيه دي هنقول عادله الى حد ما تساعد. طب نيجي النهارده نرجع لموضوع الارض الزراعيه، طب انا النهارده عندي في نفس المحافظه، يعني احنا ممكن نقيم زينا زي الوحات، لان احنا عندنا ظهير صحراوي وارض صحراء ومفيش عندنا اي مرافق ولا اي خدمات، فبالتالي النهارده 25,000 جنيه للفدان في الوحات. طب ما انا عندي ايه الفرق بينه وبين الوحات؟ طب ما تخليني زي الوحات، تعمل لي سعر الفدان 25,000 جنيه زيها، تحط عليها 125,000 او 115,000 و100,000 ليه؟ طب ما انا كده مش هستحمل. فبالتالي احنا كده بنعمل ضغط على المواطن، وانا شايف ان احمد بيه السجيني بيطالب بحق المواطن. فنتمنى تضم صوتك لصوتنا ان احنا نوصل لتسعير عادل للطرفين، للمحافظه وللمواطن برضه في نفس الوقت. متشكر جدا جدا يا حضرتك. شكرا.